اهلا اهلا الفجر، اهلا القاهره 24. انت جاي مستعد النهارده ولابس بطه بقى؟ لا والله ده بالصدفه، انا كنت في الساحل لقيته في الشنطه رحت لابسه. طيب كلمنا عن شخصيتك بقى. والله انا طالع دور الشرف اصلا ولكن الموضوع فلت مننا شويه كالعاده فزودنا الدور شويه. عايزين نتكلم عن ريفو اباظه النجاحات دي. ريفو ده حته من قلبي. دعم الامير عيد طبعا. امير عيد، لا ده امير عيد هو اللي بيدعمني، هو محتاج ندعمه، ده هو اللي بيدعمني جامد قوي وانا بحبه قوي وقريب لقلبي قوي. فاستمتعت بالشغل معاه ومع كل الكاست والكرو في ريفو، كان نقطه تحويل في حياتي يعني. لا دي فيها حاجات احلى ودي فيها حاجات احلى. انت ولا انت عجرم؟ والله دي فيها حاجات حلوه ودي فيها حاجات احلى. امير عيد ولا امير عجرم؟ والله ده في حاجات حلوه. كله حلو، كلهم صحابي، كلهم في قلبي، ودول اخواتي كلهم اللي انت جبت اساميهم دول. الجمهور يقول ان انت بتنحصر في ضيف شرف على طول. اول مره اعمل ضيف شرف، انحصر في ضيف شرف؟ انت عايزه تطلعي اي حاجه تحصرني فيها؟ اتمنى ان يكون في اي حاجه عشان النجاح اللي حصل الكبير ده، فاتمنى ان احنا نقابل النجاح ده بقى حفله، بفيلم، بجزء ثالث، باي حاجه اتمنى، ولكن ده مش قراري زي ما انت عارف، انما لو قراري كنت ولعت الدنيا. شكرا شكرا.